الفكره هذه جاتنا معناها في الظروف الراهنه اللي رانا نمر فيها، ظرف كورونا، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. جاتنا الفكره، صديقي اقترح علي انه نخدم جهاز مكثف الاكسجين، وانطلقنا في مشروع تاعه، والحمد لله ليك يا ربي، وفقنا ربي سبحانه، صنعنا الجهاز هذا ما شاء الله، والجهاز هذا قابل للتطور، مازال معناها نزيدوا فيه، نعدلوا فيه، نقدروا نديروه يشتغل في السيارة، سيارة الإسعاف على 12 فولت، هو الآن يشتغل 220، قادرين نحولوه. والشباب هذا كلموني أمس أنا كوني أزماتيك ونحتاج ياسر الأكسجين ونستعمل ياسر الأكسجين، كلموني جماعة قال ركبنا جهاز، صنعنا جهاز لإنتاج الأكسجين، جيت جربته ولله الحمد والله ناجحة، لقيت أكسجين كما اللي نستعملوه في المستشفيات. طب وعنده الشروط تاعه بالرطوبة تاعه مش ناشف، أكسجين صافي. كي استنشقته كما أي اللي نديروه في المستشفيات. وجهاز بسيط وخفيف وظريف. الجهاز هذا على حسب ما جربه الإنسان هذا المريض تفاعل معه والنتيجة عجبته، معناها ما كانش فرق بين الأكسجين اللي يتلقاه في المستشفى والجهاز هذا. مبدأ العمل تاعه أنه يضخ الأكسجين من في قارورات، والقارورة هذه تاع الأكسجين تتخلص من الهيدروجين الموجود في الهواء اللي راهو في الطبيعة. المواد اللي خدمنا بها مواد بسيطة جدا، معناها مش مواد معناها ضخمة ياسر، والله مواد بسيطة جدا، والحمد لله يا رب العالمين معناها نجحت العملية هذه، وإن شاء الله بإذن الله قد نزيدوا نطوروا في الجهاز هذا، ورانا قادرين نغطوا المستشفيات وقادرين نخدموه معناها بحجم أكبر في المستشفيات. وإن شاء الله نتمنى من وزير الصحة ونتمنى من كل السلطات أنها تنظر لهذا المشروع.